نوضح هو ديك النقطه اللي كنا درجنا يعني في جدول الاعمال وما درجات شايت، ما بغينا نعرفوا الاسباب، واش كاين شي تواطؤ مع الرئيس مع هذه الجهه المعنيه، واش كاين شي ضغوطات، واش لان هذا الموضوع حنا ما كنتهموا فيه حتى شي حد، حنا مستشارين بغينا معلومه حقيقيه عندك العقار ديال الوزيز ديال سيدي معروف اللي في ديال الوزيز اللي فيه ملعب الطاك، وكذلك ديك بغينا معلومه حقيقيه، ولانه كان فيه كلام تيتقال بان المجلس الاعلى للحسابات يعني خذا فيه قرار بارجاع الحاله الى ما كانت عليه وما ما تخذ والو، حنا راه مستشارين بغينا غير المعلومه الحقيقيه. كذلك بالنسبه لذاك الملعب ديال الملاعب القرب اللي كاينه مع الملعب بلدي سيدي معروف، اللي كانت واحد الكونترا تسينا تما ما بين المستثمر الفيلالي مع سميتو مع رئيس جمعيه الشباب الرياضي اللي كينتمي للحزب الحاكم سواء في على الصعيد المغربي ولا على مقاطعه عين الشق، اللي بغينا نعرفوا ديك الاتفاقيه واش تمت المصادقه عليها من طرف اللجنه الاقليميه ولا غير دازت هكاك من تحت الدف. يعني الى ما كانش تمت المصادقه عليه راه كنطلبوا من السيد العامل، وراه حنا كما حملنا داخل الدوره طلبنا من السيد الباشا والسيد الرئيس انهم يرفعوا التوصيدين السيد العامل اللي كنعرفوه بالنزهه ديالو كنحترموا وتنقدروا ذاك السيد انه يرفع لنا التوصيه هذه ويجيب لنا واحد اللجنه ديال الداخليه باش تفتحص هذا الملف هذا باش نوصلوا على الحقيقه ديالو، تفتحص الملف ديال هذيك المبادره وديال ملعب الطاك. بالنسبه لسيدي معروف اللي خلاه يتهمش تما ان هناك كاين تما منتخبين اللي هما كيسكنوا تما واللي هما كيمثلوا الساكنه وما تيقوموش بالدور اللي هو خاصو يقوم، يعني واحد وحده ما كتصفق، كاين هناك بعض المنتخبين اللي راه كيجريو وكيتقاتلوا ومشكورين برلمانيين، ولكن كاين برلمانيين اللي هما تما في المنطقه وكيمثلوا الساكنه اللي خاصهم يقوموا. هذا الشيء كيتجلى التهميش في سميتو في دور الصفيح، في عدم الهيكله ديالهم، في عدم توفير المسائل اللي هي تساعدهم خصوصا في هذه المسائل اللي كتجي بحال هكا طريقه، كذلك في عدم توفير التنقل النقل والتنقل عندهم تما في البنيه التحتيه، فهذه المسائل كلها نعم منطقة غنية بغيت نقول لك في المغرب كامل انها منطقة غنية وفيها كل ما يعني كطلب الامور، ولكن المشكل ان اللي هو يسير واللي قاد هاد المسائل ما كاينش، يعني ان احنا جينا للمجلس كاين غير التطاحنات اللي غيجي يوقف على الهم ديال الساكنة ديها غير في مصالح ديالو، شي ما عمره ما حضر كاع الدورة، شي ما عمره ما حضر الدورة من بداية المجلس، عمره ما حضر شي الدورة، وفاش كتجي انتخابات كيبداو يبانوا حنا غنديروا غنفعلوا، ولا خصنا نتقوا الله يا اما نخدموا يا اما ما نترشحوش كما قال سيدنا الله ينصرو. اليوم كانت الدوره ديال المجلس العاديه اللي تدارسنا فيها النقطه اللي كانت في جدول الاعمال ديالها النقطه ديال النقل والتنقل مع البرامج، وهذا هذه نقطه انا كما قلت في الدوره وراهي اللي تسجلات في الدوره ان بعد ما خديت الكلمه ان هذه النقطه هذه داخله في اطار التسيير اليومي، وثانيا لا يعقل ان المدير ديال 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 المدير ديال الشركه ديال التنميه ما حضرش معنا لا في اللجنه ولا في الدوره، والمدير راه هو ثانيا لا يعقل ان لانه انا قلت الرئيس راه هو رئيس المقاطعه وهو الحزب الحاكم دابا الان في جامعه الدار البيضاء والعمده من الحزب ديالو وهو نائب الرئيس، وما فهمتش انا هذا الموظف كان عنده هذه السلطه باش ما يحضرش لا المجلس ولا اللجنه والدوره دابا الان، وهذا ماشي مشكل ما خصوش كاع يجي في جدول الاعمال ديال الدوره، هذا مشكل هو داخل في التدبير اليومي في التسيير اليومي ديال 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 المقاطعه، كان لانه هادشي كان يدار شحال هذه من كانت المشكل ديال النقل لولا تدخل ديال السلطه الوصايه راه ما كانوش يجوا كاع دوك لي بيس، وكان في هذاك الوقت من بعدها كانوا انه كان المكتب والرئاسه كانوا هذه النقطه يديروها في جدول الاعمال وكنا ناقشوها في اطار اللجان، حيت ما تطلبش تجي للدوره حيت كاين شي حويجات اللي خصهم يجوا للدوره كثار من هذا الشيء. كاين اطار كما الرئيس دار واحد العرض ديال واحد مجموعه ديال الخدمات اللي قدمها في المده الانتدابيه ديالو في هذا المجلس، كان دار فيها المصاريف دار المنحه شحال كانت فيها، عندهم منحه 2 مليون ونص الى يومنا هذا وصلت لتقريبا 16 مليون ونص، حسبوا من 2016 الى دابا 2021 16 مليون ونص، اشنو درتوا بها؟ اشنو دار بها؟ سيدي معروف دابا الان تيقول لك سيدي معروف راه عباره عن نقول لك دوار حشومه كاع عندنا سيدي معروف، تشوف سيدي معروف كيداير لا طرقان موسعين لا اعاده الهيكله مدن الصفيح، المستشفى كانت برامج وكانت توصيات ديال المجالس السابقه ودي
ديال المجلس السابق كان واحد المجموعه ديال التوصيات فيها ديال المستشفى الاقليمي ديال عين شوق، مستشفى اقليمي سيدي معروف، فيها خلق واحد ديال الملعب ديال سيدي معروف من اجل الايواء ديال 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 لو تيتر فونسي ديالو، الاقتناء ديالو، الاصلاح ديالو، واحد المجموعه ديال الاشياء. حتى حاجه ما كانت سيدي معروف مهماش، دونك حتى حاجه ما دارتش. كنا تيحتوي على مصانع وحيويه ونشاط، راه السلطه اللي خدامه فيه، السلطه الوصايه، اما المقاطعه ما خداماش فيه باش نكونوا واضحين. لان وجدتي شتي شو كنت تبعوها البرامج والتوصيات والمقررات ديال المجالس السابقه، كون سيدي معروف دابا الاحسن ما كاين في الدار البيضاء، لانه كانت اعاده توسيع ديال الطرق ميلسون، كانت اعاده الهيكله، كانت المستشفى ديال سيدي معروف. عار انا سيدي معروف ما عندهاش مستشفى، كنا سميتو كان عندها كذلك واحد المجموعه ديال المركبات كتغدار في المكانسه، كتغدار في سيدي مسعود، فينا هما هادشي؟ لا في اطار مجلس في مجلس العماله ولا في مجلس الدار البيضاء ولا في الجهه، حتى حاجه ما دارت. حرام ان حتى حاجه ما دارش، نقولوا درنا راه ما دار والو. كما شفتوا على انه تم بعد تم انعقاد ديال الدوره ديال مجلس مقاطعه عين الشوق، للمستشارين طرقوا لعدة نقاط، منها الفيضانات، منها ما وقع هذه الأيام الأخيرة، وكذلك كنسجلوا واحد لأنه كنتلقوا عدة شكايات من المواطنين وخاصة سكان منطقة سيدي معروف. هاد الناس ديال المنطقة ديال سيدي معروف كيحتجوا دائما على المقاطعة ديال عين الشوق، لأنهم كيحسوا على انهم مواطنين من درجه ثالثه او رابعه، يعني غير متساوون مع الساكنه ديال عين الشوق. وانا كمستشار ديال منطقه عين الشوق كنقول على انني اؤكد على انني كمستشار ملي كندخل المنطقه ديال سيدي معروف انني كندخل واحد المنطقه اعتبرها كفيلاج، نظرا لبزاف ديال الخصائص اللي خصها باش تدخل في اطار ديال من الاحياء الحضريه. يعني الا شلنا غير الازدحام ديال 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 الطرق في سيدي معروف، ناهيك عن الدواوير المحيطه به وخاصه دوار الطيبي وبعض الدواوير الاخرى اللي كتعيش في واحد العيشه يعني لا تتساوى مع المنظور ديالنا احنا كمستشارين اللي كنا طامحين على انه تكون هناك منطقه يعني تحظى هي بما يحظى به جل الاحياء ديال الدار البيضاء. منطقه سيدي معروف الساكنه ديالها تتعاني كثير كثير كثير، وانا لاحظت هذا الشيء هذا من خلال الحافلات ديال النقل العمومي. يعني تم اقصاء عده خطوط، والخط الوحيد اللي باقي الا ما خانتنيش الذاكره ان الخط الوحيد اللي باقي اللي كيستعملوه الان وهو 107 اللي عليه واحد الاكتظاظ كبير. هادو السياءات يعني عبروا بها الناس والساكنه ديال سيدي معروف. في حدود اختصاصات ديال المقاطعه، الحمد لله المكتب ديال مجلس المقاطعه وبرئاسه السي عبد الملك الحيلي كان واحد العمل كبير في المو في الـ في الـ في الـ تقسيم ديال عمليات ديال الصيانه وديال التزفيت وديال التشجير بعدل تقريبا مع بعض الاكراهات اللي كتكون. مثلا المكنسه عندها مشروع ديال اعاده الهيكله اللي توقع امام صاحب الجلاله، سيدي معروف تاخذ نصيبها كاملا. بالعكس السنه الماضيه حسبنا بان مثلا التزفيت وصل عندها 51% بوحدها، رغم انها دائره وحده، وباقي الدوائر ديال عين الشوق قسمت 49% في التزفيت والصيانه العتيه ديال الطرقات. باقي العمليات التي تقوم بها المقاطعه والاصلاحات اكيد كاين واحد العمل كبير باش يكون عدل وعداله مجاريه في التوزيع ديال 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 هذه العمليات على التراب المقاطعه كامله بما فيها سيدي مسعود وكاليفورنيا وعين الشوق والدروبه القدام والدروبه الجداد.